انا دابا غنهضروا على واحد القضيه ديال قضيه الاستفاده. حق مشروع عطاه لنا الملك محمد السادس نصره الله واياده. جات اهناني هاد الباشا هذا صاك كلشي مع اشرف الدراوش، الناس باعوا الثلاجات الاثاث ديالهم ما خلاو ما باعوا، باعوا كلشي تقريبا، الاغلبيه فيهم والو، واللي ما لقاش راه كيمشي يتسلف. الور جمعوا هاد الفلوس هذا داو الباشا، ما كاينه 5 المليون 6 المليون، وحنا بقينا كنتسائلوا حنا اللي ولاد زرابه قدام ملي كانت 11 براكه كنقال على جدودي الوالد ديالي مقاوم ايامات فرنسا، مع العلم انني جندي سابق. ها انتم كتشوفوا الخوت، راه الله سبحانه وتعالى قال لنا حرمت الظلم على نفسي وجعلت محرما فلا تتظلموا. الله يرحم لكم الوالدين المسؤولين في هذا النهار هذا. انا راه عندي جوج وليدات دابا سيمانه زاد عندي الولد الثالث، زاد عندي الولد عندي ثلاثه الابناء دابا ما عندي لا سكنه. ها الناس ما جاو الحلحاله الحلحال كامل سولوه، وانا دابا العذاب ما خدام ما والو. وغنجيكم الصراحه عندي عطارو ديال الزبل كنمشي كنهند الناس الزبل، هذا يعطيني درهم هذا ما يعطينيش، هذا ما كنوصل معايا والو، مع الترونسبور ما كنوصل مع 400 ريال كنوصلها. دخلت عليك من بالله 400 ريال غنوكل منها الولاد، غنخلص منها الكرا، غنخلص لهم المصاريف ديال التعليم. انا دابا ما بغيت والو منكم، حق مشروع عطاه لنا محمد السادس، مع العلم اننا عسكري وولد الدوله وعندي ثلاثه الابناء وزاره بابير. اش هنا الحلحال؟ راه كل شيء من تمسنا، كل شيء من توشطات، ودفعوا 5-6 المليون ودابا ساكنين. وعباد الله راه اش نقول لك، الهم لك سر كيضحك. لا بوحدي بوحدي، كانوا خوتي كل واحد عنده المحل ديالو. لا مزوج مزوج، انا مزوج، انا في 84 مزوج، ساكن تما عندي المحل ديالي تما من 68، انا من عام 1968 وانا ساكن تما. عندي 8 وحنا جوج وبنتي وراجلها هي 12 واحد اللي كاينه في الدار. بركه كان تقريبا شي 150 وكاك 12. انا كبرينا كاع وليداتي معايا، وكان نسيبي توا كان معايا مقيدين في الاحصاء، الاحصاءات كلهم كاع اللي دازوا كاع تقيد فيهم انا ولا الوليدات ديالي، حتى واحد ما استفد. المشكلة عندي ما لقيت باش نخلص، وتعطلت في الخلاص، والباشا الاول اللي كان تفاهم معايا انا وانا موظف في الجماعة، وقال لي يا ولدي سير خذ الاستفادة ديالك وسير خلص، انا ما لقيتش الجهد باش نخلص، تعطلت. لا غير جوج المليون اللي كيخلصوا ما هو جات عندي ديك الساعة، تعطلت. ملي تعطلت بقات القضية هي هذيك، ملي ما كانش عندي، انا ما عنديش هنا غارقه كريدي، ما عندي شيء، والوليدات وغارقه كريدي راه كيعرفوا الكريدي ديال الجماعات هي هذيك. مشيت ملي كان جاي كيقول لي ودي راه السيد العامل باقي ما طلقش لينا، كنعاود رجعت انا كيقول لي سير حتى نستدعيوك. وهذه 5 سنين هذه حنا كنطلعوا نهودوا، ديما كنطلعوا كنهود كنمشي عندهم ما كاين والو، ديما في التواخير. قال لي ودي شي تخدير، دابا البقاع راه ما بقاوش في الحال، في الحمد ما بقاش فيها البقاع، ولكن بغيت نعرف روسنا حنا ملي ما بقاش حنايا محصيين هنا ومحسوبه لنا الارضيه ديالنا هنا، علاش غادي نضيعوا عليها حنا؟ سيدنا عطانا الاستفاده ديالنا، وهاد الناس راه قلعوا علينا. دابا ملي كيقولوا لي حنا غنصيفطوا لك، غادي نصيفطوا لك وغادي نعيطوا لك باش تجي لعندنا، وفي الاخير ملي كتسول تيقول لك راهم داروا قرعه دخلوا فيها واحد ولا جوج، وكاين الناس اللي هما ما مزوجينش واستافدوا، وكاين الناس اللي هما ثاني ما مزوجينش وما عطوهمش، وكاين الناس اللي عندهم، وكاين اللي ما عمرو سكن هنا، كاين الورق ديالو ما كاينينش عندنا على زهره. انا كنعرفهم ناس، كنعرفهم هنا، كاين اللي برا في ايطاليا، كاين اللي في فرنسا، كاين اللي في اسبانيون، جاو ناس عمرنا عندهم برط ما تصدقوا، قدامنا كانوا كيستافدوا تما، قدامنا حنا كانوا كيستافدوا، ماشي تجينا هنا عاده، حنا كنشوفهم ملي كانوا في المقاطعه، كنا كنشوفهم وكنعرفهم هاد الناس اللي كثاريه ما عندهمش كاع الحق، ولا عندو الحق ضاع. بحال دابا انا عندي 12 ولد، فين غادي نمشي؟ فين مشات البرطمة ديالي؟ فين مشات الأرضية ديالي؟ سيدنا عطانا هاد الناس علاش يقلعوا لنا؟ ملي كيمشيو كيمسحوها في السيد العامل، سوي عاود يمسحوها في الباشا، ما عرفنا من عند من غنشدوا دابا، حنا دابا تلفنا، ما عرفنا فين غادي نعطيوها دابا، أنا والوليدات ممحلين هنا، ما عرفنا فين غادي نمشيو، ما كاينش اللي يتسلط لينا، وما كاينش اللي يدوي معاك، وما كاينش اللي يهضر معاك، مازال ملي كنتي كتمشي عنده كيعطيك زوج كلمات ديالك كيبردك كتمشي بحالك. من تما وحنا كنتلاوحوا، وحنا باقي اليوم كنتلاوحوا، كاين منهم أنا، منهم داري أنا، الدار اللي ساكن فيها حنا كنا الخوت. كاين حنا خوت مع السته كلهم استافدوا، الواحد بوحدي انا اللي ما استافدت، وانا اللي قبل منهم كلهم، وانا اللي قبل منهم كلهم، والمحل مشري على قبلي انا. دابا الوريقات وفوا لينا كلهم، لا الوليدات
ولا لي انا الدري الكبير عنده 39 عام. بارك معايا نسيبي بارك معايا هو ومرته وعكارين واحلين في الكرم واحلين 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 محلين بزاف. ولوم هاد الناس راه ضيعونا في حقنا، سيدنا راه عطانا وهاد الناس راه قلعوا لينا. انا زيد في 1974 زيد في ذاك زيد تما زياده وخلوق كابر تما كلشي تما. لا سافت ما والو قال لك ما مجوش في غنمشي. بغيت نعرف انا في غنمشي 5 سنين ديال المعاناه واش غنزيد ثاني 5 سنين اخرى ولا غنزيد 10 سنين اخرى ما عرفتش اش المصير ديالي مجهول. استافدوا بحال الحالات ديالي استافدوا. كنعرفهم هما ساكنين هنا بحالي. خويا قال لي قلت لك وخلي ولادي يمشي 90 اش غندار معاه نمشي كي غندير حتى للدرجه بقات تخاوي. ما انا باقي كنقول خويا معاناه ديال الصح خويا ما عمرنا مسكنا في زرابو استافدوا دوهم مشكله هما كنشوفهم من هنا. انا راه كل نهار كنبيت عند واحد هنا ما كنشوفهم هنا ما عمرنا مسكنا في زرابه كاين اللي ما عرفتش منين في كان ساكن الله اعلم كيفاش صوبت ديك لاكارت. اما معايا في الدار نيز معايا في الدار واحد السيفد ما خاصوش يستافد ما خاصوش يستافد. كيفاش درت لي لاكارت ناسيونال على الدار ديالي على العنوان ديالي هو استافد وانا ما استافدتش. انا اللي ولد البريه كو زياده وخلوق تما كنت عايش انا وامي. ماتت الله يرحمها في 2000 نهار 27 شهر 12 2009 الاحصاء داز في 2010 خرجت كيس بقيت الزنقه. كلشي ما مفهومش شي حاجه ما مفهومه في هذا السيفي هذا. انا عطاوني السيفي ديالي بغيت نعرف هذا الباشا وهاد المقدميه فين داروا لي باعوها لا باعوها الله اعلم. المهم السيفي ديالي راه خرجت كيقول لي ارتاح خونا يقولوا لي ما نعطيوكش غنبقى مرتاح. انا باقي معلق ما بين السماء والارض ما عرفتش اش غندير اخويا. انا هنا عباد الله ساكنين كلشي ساكن اللي ما عمرو سكن زاره بس سيفد. انا كنشوف كنعرفهم شحال من واحد ماشي واحد ماشي جوج ونجي ندور معاهم واحد بارطمون بارطمون نوريهم ليهم كاملين. ايوا هادشي اللي كاين خويا. خويا عندنا واحد المشكل ديال الاستفاده عطارينا سيدنا ودابا موين الشقير دار واحد المشكل هنا في هاد الارض هادي داروا ما بغاو يعني ما كملوا لينا خلونا بحال هكاك واحد الحاله في الدار ما بقيناش كنشوفهم دابا والو. بلا كارت دايره مساليه دابا عام وست شهور باعوا ديالهم والناس سكنت الناس سكنوا وكي دخلوا فلوسهم صافي غبروا علينا. كنمشيو عند الناس ديال سميتو بونصوبوا لاكارت ديالنا يقول لك جي بيرمي دافيتي وانا خاصهم الشكاره فينا هو ما عندي كيفاش ندير دابا انايا. دابا لاكارت ديالي مسالي الخدمه ولا ولات البنك هذا عندهم شي كريدي قالوا لي ما صوبتيش لاكارت ديالك غنحبسوا لك الفلوس ديالك ما تبقاش تخلص. وراه واحد الحاله عايشين فيها مكرفسين موي الشكار هنا راه دايرين ما بغاو في العباد هنايا. راه بزاف ماشي انا راه عادات ديال البشر ما كاينش معاه من الدوي دابا كنمشي هنا غادي نمشي عند لي جوندارم قال لك بيرمي دافيت على نعطيك شهاده السكنه ديالك بيرمي دافيت ملي غنجيبو هنايا. ما عندناش المشاكل في الحي المحمدي في كاريان زاره ما كاينش والو ما كاينش عندنا الحمد لله شي مشكل والو. اي حاجه كتفر البلاصه كتوقف عليها تاخذها اي مشكل اي ورقات وثيقات توقف عليها تاخذها في البلاصه. ملي تحولتوا هنايا وعاد غرقنا في المشاكل شفنا شي حوايج اللي بانوا ما عمرنا عشناهم كاع. وهاد الناس هادو والله يهديهم هاد الناس هادو وريسالني شوفوا لنا هاد الوراق ديالنا كيفاش يصوبوا لنا لاكارت ديالنا وشوفوا لنا هادوك مشكار فين كاين يجي يكملوا لنا السكنه ديالنا راه كلشي باقي مكرفس. خويا شنقول لك انا بصيف دابا كندوي انا عادي دابا 30 سنه وانا ساكن في زرابه. تزوجت في زرابه ولدت وعندي وليد تبارك الله. ولكن دابا المشكل ديال الباشا الاول اش قال لينا حنا ما بغيناش نريبو ملي جا وقف علينا ما بغيناش نريبو قالنا عريبو غيكون خير صافي ريبنا. ما كاين لا فوضى حتى شي حاجه حتى على الثقه حاجه هضر معاك بواحد الطريقه زوينه ريبو وان شاء الله غيكون خير. وحنا دابا في الخير اللي هنا فيه دابا الخير هادشي مكرفصين عايشين ما عرفناش العيشه كيفاش ما فهمت بعد انا اصلا بعدا ما فهمت والو. وانا اصلا انا حاليا ما ساكنش ساكن عند سيبي ما كانش هاد المشيد كاع هادشي ما كانش كاع. دابا انا ساكن مع نسيبي مره ندبر على راسي نقدر نهار ما ندبرش نقدر نفطر نقدر ما نفطرش الغد ناشي ما فهمناش هادشي باقي لحد الان كيقولوا داكشي ما بغيش يدخل الراس. راه كاينه لا ليست عندنا لا ليست يعني شي ناس راه ما معروفينش يعني خارج البلاصه اللي كنت ساكن فيها ومستافدين وحنا اللي كاينين موجودين ومعروفين بزاف
عادي حنا اللي ولد الدرب وزياده وخلوق في الدرب وما صورنا والو، خرجنا زيرو يعني كتيب ما حالك بدار كلشي، خرجتي للزنقه تلاحيتي ديريكت، ما كاينش اللي يعقل عليك.